شخصية مجتهدة جدا جدا، عرفناها من بداياتها في التصوير الفوتوغرافي، ولكن بدأت تظهر قدرات أكثر في عمان تحت الماء في تصوير كذا للكائنات البحرية والمائية، وزي ما كان لها إبداع في عملية إظهار الصورة الفوتوغرافية أو الضوئية على سطح يعني فوق مستوى الأرض، ولكن تحت في أعماق البحار كانت لها كذلك طلة مختلفة. توسعت هذه التجربة وصارت أكبر وأكبر وأكبر، وصار عنوان كبير تحت عنوان عمان تحت المجهر. تفاصيل كل هذا الموضوع ما أطول عليكم مع ضيفتنا اللي موجودة الحين معي على الخط، ميساء الهوتية. مرحبا فيك. يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟ هلا والله، أنا متشوق لهذا الفيلم الجديد. وإن شاء الله بتتشوق وبتشوفه بشكل يرضي الجميع إن شاء الله بإذن الله. أعطيني فكرة بالنسبة للإعداد، يعني زي ما قلت لك ميساء، أنا متابع حركتك يعني الفنية، كانت في التصوير الفوتوغرافي، في التصوير الفيديو، بعدين في أعماق البحار، والحين عمان تحت المجهر. يلت ناخذ تفاصيل أكثر وأكثر. طيب، عمان تحت المجهر طبعا هذا السنة هو بدأ في 2014، هذا السنة بشكل مختلف تماما. نعم. هي النسخة الثالثة من مشروع عمان تحت المجهر. استمرار إلى نجاح النسختين السابقتين الأولى والثانية. طبعا مثل ما قلت لك سابقا أنه هي بدأت في عام 2014. نعم. بس هذه النسخة رفعنا فيها الشعار لم تكتشف بعد. أيوة. يعني طبعا بتكون مميزة ويشوف فيها المشاهد حيوانات بحرية وبرية ومواقع عمانية فريدة من نوعها لم يؤلفها سابقا أو يشاهدها بعين مغايرة. نعم. يقوم فريق عمان تحت المجهر بطبعا تصوير فيلم وسلسلة وثائقية عن سلطنة عمان وبيئتها الساحرة. نعم. والحياة الفطرية فيها بالتعاون مع قنوات عالمية معروفة وأيضا بدعم صخري من الجهات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص الراعي للمشروع، واللي طبعا أتقدم لها بوصل شكر وامتنان على دعمهم ومساندتهم لنا في تحقيق هذا المشروع الوطني اللي دائما نحرص أنه نقدم من خلاله يعني صورة رائعة ومشرفة عن بلادنا الغالية، وهو طبعا ايضا مساهمه منا ايضا في زياده الوعي البيئي في السلطنه. نعم. للمحافظه على البيئه العمانيه وفونها وضروره يعني حمايتها من الملوثات، ونطمح من خلال هذا المشروع ان شاء الله ان نكون سبب في زياده الحركه السياحيه في عمان داخليا وخارجيا باذن الله. زين، على مستواك الشخصي، يمكن هذا السؤال انا ظهر في ذهني حاليا وانت قاعد تتكلمي، المحرك بالنسبة لك ميساء، يعني ما شاء الله انت في كل مرة وفي كل محطة في تحدي قاعد تعملينه، زي ما قلت عمان تحت المجهر هذا النسخة الثالثة، ولكن تجاربك تراكمية صارت، ايش المحرك بالنسبة لك او الحافز اللي يشجعك يقول لا هالمرة انا ابغى اسوي شيء مختلف، ابغى اخذ زوايا مختلفة، طابع مختلف، يلي تاخذ تفاصيل من خلالك. شوف، دائما أقول إنه عمان فيها أشياء كثيرة لم تكتشف بعد. عمان تخليك يوم على يوم يعني تكتشف فيها أشياء تقول يا ريت أنا ما كنت أعرف إنه هذا موجود في عمان، يا ريت لو اكتشفت الأشياء سابقا. نعم. في عمان هي اللي تخليني تحفزني دائما إنه أريد أسوي شيء علشان يظهر جمالية عمان للعالم، أريد العالم كلها تشوف إيش الجماليات اللي موجودة عندنا في عمان. زين، البيئات اللي ركزتوا عليها هالمرة يعني هل هي بيئات مختلفة ولا عززتوا اللي شفتوه مثلا في النسخة الثانية وأضفتوا عليها بعض التفاصيل أكثر؟ طبعا توثق سلسلة جماليات 12 وجهة سياحية في السلطنة. نعم. من خلال فيلم الوثائقي يعني راح يكون إن شاء الله يعني بيكون يتناول من شواطئ عمان، وفيلم آخر يستعرض فيه الحياة البرية في عمان بنفس المدة. نعم. طبعا شواطئ عمان فيلم راح يعني راح يغوص في خليج عمان وبحر العرب للكشف عن سحر وجمال الحياة البحرية والفطرية فيها، ويوثق أيضا أسرار وأدق تفاصيل حياة الحوت الأحدب والسلاحف الخضراء النادرة والشعب المرجانية الفريدة، إضافة إلى تصوير جماليات الجزر والشواطئ الخلابة في السلطنة. زين، طاقم العمل مكون كم فرد تقريبا؟ هل هم نفسهم اللي يصورون الفيلمين ولا كل فريق له عمل متخصص فيه؟
لا هم نفسهم 12 مصور ما شاء الله من دول مختلفة وأغلبيتهم هم أعضاء في يعني مصورين أعضاء في نشرين جيوغرافي. بالنسبة لك أنت في أي دور؟ هل هو جانب إداري، جانب متابعة، هل صورتي يليت أخذ فكرة بعد؟ لا أنا بناحية الإدارة كلها. كلها الإدارة، كل الإدارة. بدأنا التصوير من مشندن إلى بطار في كل بقعة في عمان وثقناها. زين أنا الحين وكل الكائنات اللي موجودة في السلطنة أيضا وثقناها. زين أمكن برنامجي اسمه مشوار، ومن خلاله يعني نحاول نشجع الناس اللي تعرفين مشوار في السيارة، مشوار في البيت، مشوار طلعة عائلية، وخاصة أن بكرة بيكون الخميس وأجازة نهاية الأسبوع. بالنسبة لك وانتو قاعد تصورون يعني إيش اللي لفت نظرك أنت؟ بالنسبة لك أنت ميساء فيما يخص عملية التصوير لهذا الفيلم، تتسألني عن الأماكن اللي موجودة؟ أنت بنفسك أنت انبهرتي، قلت الله. والله أنا انبهرت بأشياء كثيرة. الأشياء اللي أذكرها يعني أشياء يعني أماكن مواقع فريدة ومدهشة في السلطنة ما حد وصل لها سابقا أساسا. يعني سلسلة جبال الحجر وجبال ظفار وجزر الديمانيات الخلابة التي تعتبر أنها هي من أجمل جزر العالم، وحديقة الصخور الغريبة والعجيبة وتشكيلاتها الصخرية نحتتها طبعا الرياح وعوامل الطبيعة عبر ملايين السنين، وأيضا المحميات الطبيعية اللي موجودة في السلطنة على اختلاف أنواعها هي محمية السلاحف الخضراء النادرة والمها العربي والطيور. طبعا وصول إلى جمال صحراء الربع الخالي وكرامية الأطراف. يعني عموما الحياة البحرية والبرية والمكونات الطبيعية من أزهار وأشجار وطيور، يعني كل هالأماكن موجودة في بقاع السلطنة. حلو. فما ما أقدر أقول لك وين الأماكن اللي هي جميلة قد ما أقول لك إن هي عمان كلها جميلة أساساً. الله الله. زين الرهان بالنسبة للفيلم هذا تراهنين على إيش ميساء؟ كيف؟ الرهان تراهنين على إيش؟ أنا ليش قمت بهذا المشروع؟ يعني هذا المشروع يتماشي مع رؤية عمان 2040. من أجل تنشيط الحركة السياحية الداخلية في عمان وتعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة العالمية بعد الانتهاء إن شاء الله من جائحة كورونا. إن شاء الله يا رب. إذن في موعد متوقع لعرض الفيلم؟ أيوة نحن بدينا في يناير 2021 وانتهينا في ديسمبر 2021. الحين بدأت عمليات المونتاج والأمور الفنية. ونأمل إن شاء الله ينتهي من اللمسات الأخيرة للفيلم يعني في أغسطس 2022 إن شاء الله. أنا بصراحة سعيد أن أجري معك هذا الحوار، أتمنى لكم إن شاء الله دوام التوفيق وأن يحقق الأهداف المرجوة اللي أنت تتمنينها، وأن يكون حافز لعمل قادم أكبر وأوسع إن شاء الله بإذن الله. وأنت دائما قدها ما شاء الله يا ميساء، الله يفتح عليك. الله يخليك. ودائما ناجحة وأعمالك هي اللي تشهد لك. الله يوفقك يا رب إن شاء الله. وتحياتي لك. أشكرك. شكرا لك. شكرا لك. يومك سعيد. زين مشوارك يوم الخميس والجمعة وين بتروحين؟ والله بتشوفي في ديمانيات إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. تحياتي للأسرة الكريمة. شكرا ميساء الهوتي. شكرا يعطيك العافية. تسلم. إذا كانت هذه ميساء الهوتي وحديثنا معها حول عمان تحت المجهر، هذا الفيلم القادم إن شاء الله اللي قاعد يعني بياخذنا في محطات مختلفة بما يخص البيئة العمانية، وفي نفس الوقت وسيلة ورسالة للمحافظة على هذه البيئة لأنها لنا وللأجيال القادمة. فاصل قصير وراجعين.